تقول نويت الحج في هذا العام ولي ابن صغير عمره عامان نريد أن يحج معنا، فهل يجزئ له أن ينوي له والده ويحمله أثناء الطواف والسعي، أم أن يطوف والده ويسعى ثم يطوف ويسعى عن الابن؟ الذي أرى أنه في هذا العصر لكثرة الحجاج ومشقة الزحام ألا يعقد الإحرام الاصطرار، لأن هذا الحج الذي يحجونه ليس مجزيا عنهم، فإنهم إذا بلغوا وجب عليهم أن يعيدوه، وهو سنة يعني فيه أجر لولي الصبي، ولكن هذا الأجر الذي يرتقبه قد يفوت به أشياء كثيرة أهم، لأنه سيبقى مشغولا بهذا الطفل في الطواف والسعي، ولا سيما إذا كان هذا الطفل لا يميز فإنه لا يجوز له أن يحمله في طوافه ناوي الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي، لأن القول الراجح في مسألة حمل الأطفال في أثناء الطواف والسعي أنهم إذا كانوا يعقلون النية وقال لهم وليهم انو الطواف انو السعي فلا بأس أن يحملهم حال طوافه وسعيه، وأما إذا كانوا لا يعقلون النية فإنه لا يجزئه أن يطوف بهم وهو يطوف عن نفسه، أو يسعى بهم وهو يسعى عن نفسه، لأن الفعل الواحد لا يحتمل نيتين لشخص.